انا لعبت بطولة دورة البحر المتوسط، جبت فيها ميداليتين ذهب. في البحر المتوسط بنلعب خطف لوحده وكلين لوحده، فانا جبت في الخطف ذهب وفي الكلين ذهب. الخطف شلت 105 خطف والكلين شلت 135 كلين. بس في دورة البحر ما فيش ميدالية على المجموع. بعدها باسبوع سافرت بطولة العالم للناشئين، اخدت 3 ميداليات ذهب، ميدالية خطف وميدالية كلين وميدالية مجموع. الصعوبات اللي بتقابلني في البطولات لما بيبقى معايا منافسين جامدين وبتحط تحت ضغط جامد، يعني بضطر ان انا ادخل تحت اي تقل حتى لو انا ما اتمرنتش عليه. مش مشكلة بقى اللي يحصل، المهم ان هو يتشال علشان اقدر ان انا احقق ميدالية. اصعب مباراة شاركت فيها طبعا كانت اولمبياد ريو 2016، وشاركت فيها وشلت 6 محاولات وعملت كمان ارقام جديده، فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. حتى لو ما كنتش جبت ميداليه كنت هبقى فخوره بنفسي ان انا شلت ارقام ما شلتهاش قبل كده. الفتره دي بنتمرن 3 تمرينات، الثلاث تمرينات بتبقى صعبين طبعا على اي لاعب، بس اللي عايز يوصل بيتمرن ويجتهد علشان يحقق اللي هو عاوزه. انا بقول لكل يعني البنات يعني تلعب رياضه، هي الرياضه كويسه ومفيده طبعا، مش لازم يعني تلعب رفع اثقال، اي رياضه يعني تبقى كويسه ليها وتحركها يعني، لكن تقعد في البيت يعني حاجه مش كويسه.